هذا الشيء اللي تعيشه المغرب ديال الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار ديال المحروقات وخصوصا الماده ديال الغازوال اللي راه فايقه دابا تقريبا 10 دراهم ونص، واللي بعض الرسميين كيحاولوا يرجعوها اساسا للتحولات الدوليه. حنا بالنسبه لنا في الجبهه الوطنيه كنقولوا بان هذا ما ردوا لثلاثه ديال القرارات الاساسيه. القرار الاول هو انه الحذف ديال الدعم ديال المحروقات، الثاني هو التحرير ديال الاسعار ديال المحروقات، والثالث هو التوقيف ديال المصفات ديال المحمديه في غشت 2015 اللي تزامنت مع جوج ديال القرارات. حنا اليوم كنقولوا كنلحلوا على الاستئناف ديال الانتاج داخل المصفات المحمديه، كنعتبروها بانه هي مدخل لكبح الجماح ديال الاسعار المرتفعه. من جهه سيكون ضغط على الموزعين على اساس يرجعوا الهوامش الربح المعقوله اللي كانت مطبقه سابقا، وثانيا المغرب غادي يوفر الاحتياطات اللازمه ديالو وغادي يقتصد في كل ما يتعلق بالنقل وفيما يتعلق بالقيمه المضافه ديال التكرير. وهنا كنقولوا الرجوع ديال المصفات ديال المحمديه الى التشغيل قادره على اساس انها تلعب في الهامش ديال السعر حاليا ما بين درهم و70 حتى 2 دراهم و20 في ظروف ديال الانتاج الجيد ديال المصفات ديال المحمديه. اليوم احنا واضح بمعنى درجه التقاضي كلها تسالت في المغرب. اليوم هناك محكمة تحاول أن تفوت الأصول ديال الشركة، ولكن كاين أسئلة اللي ما يمكنش المحكمة تجاوب عليها، اللي يمكن يجاوب عليها هي الحكومة من قبيل المستثمرين اللي كيطلبوا على أساس القطاع ديال المحروقات بشكل عام شنو هو المستقبل ديالو في 10 سنين ولا 15 سنة اللي جاية. هذا ماشي أمر ديال القضاء، هذا أمر ديال الحكومة ديال السلطات الحكومية، بمعنى السلطات الحكومية خصها تجاوب المستقبل ديال القطاع من هنا ل 10 سنين أو 15 عام اللي جاية كيفاش غادي يكون. وهذا هو المدخل بالنسبه لنا لتسهيل العمليه ديال تفويت الاصول، لان الامر يتعلق باستثمارات ثقيله وغليظه جدا، لابد من الضمانات ووضوح الرؤيه باش انه نشجعوا المستثمرين لاقتناء الاصول ديال الوصفه ديال المحمديه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.